متخرج من الجامعة قسم إعلام. كنت بشتغل، آخر شغلي كان ببنك، كنت أشتغل ببنك. الموسيقى يعني كانت في حياتي، هي الشيء الحلو اللي كانت في حياتي، اللي لأنه أنا إنسان كثير ما أحب أزعل، يعني وقت ما أزعل، وقت ما أضايق أروح للموسيقى. فكانت الموسيقى بالنسبة لي هي كل السعادة بالنسبة لي. تعلمت الموسيقى عندنا في السعودية، طبعا ما عندنا أكاديمية زي ما، لأنه عندنا في السعودية ما عندنا أكاديميات وكذا، كنت أروح عند كذا أستاذ بالاسم، إحنا بنروح أستاذ فلاني أستاذ فلاني. فإنه تعلمت الموسيقى كان هدف في حياتي من كذا سنة، إنه أبجي على ستار أكاديمي. بس كانت في ظروف ما تخليني أقدر أجي، يعني يا تكون ظروف عائلية، ظروف شغل، ظروف ما أقدر أجي أقدم على البرنامج. فقررت إنه أتخذ قرار حاسم، يعني إنه يعني ممكن كان مصيري بالنسبة لي، إنه لما انقبلت على ستار أكاديمي إنه بترك شغلي وبترك الالتزامات اللي كانت عندي وبجي على ستار أكاديمي، لأنه هو كان حلم بالنسبة لي. وما حسيت إنه انتهى الوقت، إنه انتهى الوقت عشان أجي على ستار. فالحمد لله جيت، وبالنسبة لي أنا مرتاح كثير، مبسوط إنه إني أكون موجود، وأكون موجود مع كل الشباب، يعني إخواني وإخواتي. عن جد كثير تشرفت. شو الظروف العائلية؟ قلت لي في ظروف عائلية ما خلتك تجي قبل. لا يعني إنه ظروف عائلية يعني مو مانعتني إنه أجي، إنه في شيء يعني مثلا من أهلي إنه مانعيني أجي هنا، لا. ممكن وقت يكون البرنامج يكون إنه بيكون صار شيء في أهلي، يعني مثلا أحد تعب، أحد يعني عندي الوالدة شوي تعبانة. أمك؟ إيه أحيانا يعني بتمر ممكن ظروف في حياتك صعبة بتخليك قوي، وبتخليك يعني بتتعلم منها أشياء كثيرة، لأنه إذا ما تعلمت في الحياة ما حتتعلم ولا في أي مدرسة بتعلمك. شو الظرف الصعب يلي مرقت فيه هيك على السريع؟ بس في شيء ظرفك خليك تكبر فجأة أو تعلمت شيء، يعني ظرف خاص؟ لا، لأنه أنا من تخرجت من الثانوي ممكن تقريبا أنا أعتمد على نفسي بنفسي، يعني وكنت بدرس وبشتغل وما كان عندي وقت كثير إني بكون علاقات أصلا ولا بكون عندي أصحاب وكذا. أنا عندي أصحاب إيه، بس إنه أنا حريص جدا وكثير إني أختار مين يكون صاحبي، يعني أنا بحب كل الناس، بس صعب إنه أختار شخص معين لما أكون مرتاح له ولا لما نحس إنه نثق فيه. عائلتك مكونة من كم شخص؟ إحنا 7 أخوان، يعني ثلاثة بنات وأربع أولاد، أنا في الوسط، ثلاثة أكبر مني وثلاثة أصغر مني. وأنت كنت الوحيد اللي أخذت خيار إنك تشتغل وتدرس بنفس الوقت؟ إيه؟ أنت إيه؟ حبيت تكون معتمد على نفسك؟ بالضبط، أنا حبيت إنه أكون، لأنه أنا بطبيعتي بحب يعني ما بحب أحد يكون تدعو عليه. إيه بالضبط. عيلتك ما بيك جيدة؟ أي كثير حلوة، يعني صح إنه أبوي كان شوية قاسي معي كثير، لأنه كان يدور مصلحتي، لأنه أنا كنت شوي حق مشاكل كثير، كنت مشكلدي شوية وإيه يعني كنت شوية حق مشاكل يعني أول، وإنسان عصبي كثير. أنت إيه؟ عصبي؟ إيه. شو حياتي انت عصبي يعني. بس انه هذه كانت ممكن
سببت لي مشاكل كثير في حياتي، فأنا اضطريت إني أتخذ قرار إنه أكون أهدى كثير. أهدى كثير. أهدى كثير. كثير. أوكي. إيه وافو. حدا عنده بعد سؤال لعلي؟ إيه. علي أكثر شخص بحس بغيره، بحس إذا في غيره عنده مسؤولية بيحطها على حاله إنه هو كمان مسؤول معه. حبيبي. حبيبي. يعني أنا ما كنت حافظ غنيتي قبل البرايم، ده بغلبت قبل بنهار قال لي خلاص تعشى، قلت له أخذني بالأوضة بديدي وقعدني هونيك بالأوضة، قال لي قعد وأنا سمع لك حفظني إياها، وصار يوصل لي يوم بإشي ونحن رايحين بالفان تذكرت هيدي تذكرت هيدي، أنا مثل هون شوي كثير بطيء يعني انسى الجملة شي 100 مرة، إجا صار يوصل لي إياها إنه قمر وبدر وكذا وهيك. حبيبي والله يعني أنا كمان دقيقة يعني من ما طلعت من على المسرح يضل يقول لي حتقولها منيح ضروري. أنا كمان بدي أقول شيء، لما كنت عم بمزح وأضحك قال لي أنت فيك شيء مش طبيعي، اليوم بنفس النهار كمان رجعت قلبت بكيت رجعت ضحكت قال لي مش قلت لك إنه في شيء. لا شوف انا بقول لك على شغله رفايل، يعني عن جد انا كثير اسمع اسئله الكل برجع بجاوبهم بالدور انا كثير، لا لانه انا بحترم يعني عندي الاحترام اكثر شيء في حياتي يعني بقدره يعني فانه انا يعني مو انا انه فضل مني اني بدي اعلمك ولا، لانه في النهايه احنا هنا جروب يعني احنا هنا اخوان وكل واحد بيتعلم من الثاني، انا ما بجي انصحك ولا بجي اتفلسف عليكم عن جد، بس انه يعني في النهاية كلنا حنروح يعني كلنا بنروح، فانه انت بتخلي لك بصمه في المكان اللي انت فيه، هذا يعني شيء كثير لازم نشتغل عليه كلنا اصلا، واكيد انه بس تضحك